فلا تطلع عليك، ما تطلعش على حواليك، ما تطلعش على جنبك. تكلم مع الرب، وصلي الترنيمة هاي معك، امين. تكلم مع الرب، هو اللي سامعك، هو الاودينس تاعي، امين. هو المستقبل بتاع العبادة تاعتنا في فترة العبادة، امين. لا القائد ولا الشعب، مستقبلين للرب، امين. أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا. سد علينا، سد علينا الإيمان، وأنت علمنا. I'm
كمان واحنا واقفين يعني انا بنستغل الفرصه عشان نرمي الترنيمه هاي نقول له الاله من عند طريق وهتفنا بهد السواق وسط القفر وسط الضيق بنرنم يسوع البر ما تقنعني انه هتفنا بهد السواق كلمه هتاف اكثر شيء بيشبه المؤلف كاس العالم احيانا كلمه هتاف اكثر شيء بيشبهها كان مصطفى كتاب المقدسين هتاف على المدرجات هلا بنشوفه في كاس العالم فمرات احنا نكون قاعدين على التلفزيون عم نحضر مباراه كاس العالم او قاعدين في ناس في المدرجات بيهتفوا للمباراة أكثر ما بيهتفوا للرب زي ما بنقول في الأردن يا حيف علينا يعني عيب علينا صح رب استحق أكثر رب استحق اللي نهتفوا أمين تعالوا نهتفوا لأنه إلهنا من عند قريب وهتفنا بهد أسوار حط هي شو صوت هد فكرة أسوار مريحة واهتف للرب شوف الله كيف يسقط الأسوار أمامك أمين بإيمان دون إيمان لا يمكن إرضاء أمين وهتفنا بهد أسوار الذي من عند طريق وهتفنا بهد أسوار وسط القبر وسط الدين ونرنم ليسوع البار الهنا من عند طريق وهتفنا بهد أسوار وسط القبر وسط الدين جميل جدا لكن كان مميز فيها نافذة معينة وكان بيجي فنان
لهذه النافذة كل يوم يقف ساعات ساعات أمام هذه النافذة عشان يأخذ إيحاء من هذه النافذة لوحات وصور. اللي صار شخص إجا راقبه وشافه عم بيقعد كتير قدام هذه النافذة يوميا، فقال له سأله شو الموضوع؟ قال له أنا بدي أقول لك قصة هذه النافذة. في وقت الاضطهاد على الكنيسة حصل اضطهاد وكان يكسر ويرمي أحجار وآلات على أزاز الكنيسة، فكسروا كل أزاز الكنيسة، كل الجمال اللي كان مرسوم فيه في الألوان اللي كانت موجودة في الأزاز كلها نزلت أصبحت قطع حطام. إجا فنان عظيم أخذ الحطام هذا كله وصنع منه نافذة عظيمة، وهلا هي أجمل نافذة في الكاتدرائية. اختصار الوقت، مرات كثير هيك حياتنا تكون حطام، لكن إلهك الحي الفنان العظيم النجار العظيم الشاعر العظيم بيستطيع يلم هذا الحطام يصنع منه صورة تعكس مشهد. إذا سلمت حياتك زرت له اسم حطام حياتك هو بيستطيع يستعمل جدا. عارفين ليش؟ لأنه هو عدت عظامي وعارفني ارتباطي وصفاتي ضحكي ودمي أصغر تفاصيل حياتي يسوع أمامك حياتي. انت عم تخاطب الرب، لا تنسى ان الله هو مستقبل عبادك. تفت نظرك عليه بهذا الاجتماع، امين؟ لا تصور الي، ما حد ينفع دور الرب. صلي معي. يبكي امامك حياتي من اجل تكويني، ما تشوفني يا جبيني ايامي وسنيني. Thank you.
تكلم. صار أخوه معه. تعلموا الأمور الله عجيبة، مواعيد عجب العجب. أمور الله عجيبة، مواعيد عجب العجب. شوف راح تقعد كتير في الوعظة، مش راح تقعد في سبعة، راح تقعد كتير. We've been lost in the dark.